صحراء قاحلة لكنها ليست من الرمال بل صحراء مائية. هذه الصحراء الليبية وبفعل الفيضانات التي ضربت البلاد غمرتها المياه، تحولت إلى بحيرة خالية من الحياة تعبرها القوارب بدل السيارات كما نرى هنا. طريق المخيل الصحراوية تعبر تلك الصحراء بين منطقة تميمي ومدينة المرج، لكن الحركة توقفت فيه من دون شك على الأقل بالسيارات. مستوى المياه وبالرغم من مرور الوقت ما زال مرتفعا ووصل إلى 3 أمتار لتعزل المناطق والأهالي عن بعض. الحلول لم تكن متوفرة، لكن على الأقل السلطات فتحت مسارا جديدا إلى منطقة المخيل لتسهيل الحركة نوعا ما، لكن القوارب كانت الأسهل بالنسبة للأهالي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.